بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درس كان سنة 1999 ميلادي، لكن بعد مراجعة الدرس وجدت أنه ممكن يكون في إشكال في الذهن عند البعض في مسألة إن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. طب هم يعني قريش أخرجت الرسول ولا ما أخرجتوش؟ أخرجت الرسول ولا ما أخرجتوش؟ إذا كانت أخرجته وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ولذلك قال بعض أهل التفسير أنه بعد يعني نقول أقل بجزء من سنة أو يعني سنة وشوية، لما كانت معركة بدر قتل أئمة الكفر، وبالتالي انطبق الأمر وإذا لا يلبثون خلافك، لأنه مين اللي كانوا بيسعوا نحو إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن هم أئمة كفر. تم قتل العديد منهم في بدر وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. على أي حال، حتى لو قلنا بأنه في السنة الثامنة للهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم عاد فاتحا لمكة، إذن المسألة فعلا هي في عمر الزمن 8 سنين، شيء يعني قصير. وخلاله حدثت أحداث، منها معركة بدر، منها معركة أحد وإلى آخره. هذه إذن لا يلبثون خلافك، برضو المقصود أنه بعد إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا هم اللي أخرجوا. لكن الدرس هذا 1999 يا عماد، بقول أنه هم لم يخرجوه صلى الله عليه وسلم. والآية القرآنية في سورة محمد إيش تقول؟ بتقول: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ثم هو في الحديث الشريف: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهون يعني ممكن يكون الجواب انهم اخرجوا ويكون لم يخرجوا. نيجي شوية لموضوع: وان كادوا ليستفزونك. الاستفزاز فيه ازعاج من اجل ان يصبح هناك عدم اطمئنان وعدم ثبات واستقرار، يشعر دائما انه خفيف على الارض وإنه مهدد في الوجود. هذا الاستفزاز في أصله.
لكن لاحظ فرعون ما كانش قصده في الاستفزاز، فأراد أن يستفزهم من الأرض. شو كان قصد فرعون؟ مش إنهم يخرجوا، بالعكس، هم لما أرادوا يخرجوا شو عمل؟ لحقهم عشان يمنع الخروج. طب ولا إيش أراد أن يستفزهم من الأرض؟ هو بده يجعلهم غير مطمئنين وغير مستقرين مشان يخضعوا، لأنه أي شعب بدك تذله يبدو اجعله إيش؟ غير مستقر ومش شاعر بالاطمئنان، وعلاقته بالأرض وعلاقته بالسكن مش علاقة اطمئنان، ومشان يتخلى عن سبب أيوة. وبالتالي الشيء اللي دفعهم يفعلوا هذا الكلام، أنت بتصبح هذا الشعب يعني بقول لك لا بدي المهم فإذا في فرعون، إذا هو فأراد أن يستفزهم من الأرض مش مشان يخرجهم، هو بده يجعلهم في حالة قلق وعدم اطمئنان وخفة وعدم ما يشعروش بالاستقرار، ما يشعروش بالاستقرار. طيب نفس الشيء الشعوب العربية فكرة اللي ثارت بيحاولوا يجعلوها غير مستقرة وغير مطمئنة حتى وهي بلدها، مشان في الأخير إيش؟ تخلوا تسلم تخلى. إذن لكن هون الاستفزاز في الآية 76 من سورة الإسراء المقصود منه إزعاج من أجل الإخراج. إذا مش الاستفزاز فيه إخراج، وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. طب هم أخرجوا الرسول ولا ما أخرجوهوش صلى الله عليه وسلم؟ والله بفعلهم حتى محاولتهم للقتل ثم اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج، مش بس هيك، هم طبعا كانوا أزعجوا الصحابة وقتلوا وإلى آخره وضيقوا على الدعوة، فهاجروا الصحابة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي الرسول تقريبا آخر شيء. تمام، الآن هم ما قريش ما بدها إنه يخرج، بدها يبقى، ولذلك هي بدها يبقى، ولذلك لا تماما زي ما عمل فرعون لحق يمنع، وهون لحق أيضا هم لحقوا يمنعوا. إذا هم أخرجوا من جهة وما أخرجوش من جهة. إذا هم كانوا يفكروا في وقت من الأوقات يخرجوا، لكن غيروا وبدلوا، لكن فعلهم في النهاية فعلهم في أفعالهم بشكل عام جعلت الرسول، مش بس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يتركوا البلد. فإذا لو قيل إنهم أخرجوه بمفهوم معين صح، وهذا من معنى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، إذا أخرجته مش بفعل إخراج، بمسببات أدت إلى إنه يخرج. طيب لأنهم أخيرا كانوا يحاولوا القتل مش الإخراج، فإذا هم أخرجوا من جهة ولم يخرجوا من جهة ثانية. لو جيت سألتهم بقول لك ما خرجناهوش، إحنا كنا بدنا نقتله. طيب كنت بدك تقتله، إذن أنت اللي اضطريت للخروج، فهو أخرجوا ولم يخرجوا. إذن هذا اللي كان اقتضى التنويه، لأني لاحظت أنه في الدرس ممكن يصير التباس في هذا الباب، فكان هذا التوضيح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. طيب في كل سنة في كلام في الإسراء والمعراج، وإذا كان في كل سنة نفس المستمعين أو المستمعين نفسهم، معناته كل سنة لازم ننظر للموضوع من زاوية بشكل، نقدرش نرجع لكم لكلامنا من 20 سنة مثلا، لأنه من 20 سنة والناس بيطلبوا كل سنة في الإسراء جديد. طب هو هذا الكلام صعب؟ لا مش صعب. طب ليش؟ لأنه هذا كتاب الله. وإذا كان المسلمين مطلوب منهم دراسة سورة الإسراء، فالفلسطينيين أكثر مطلوب منهم يدرسوا، لا
لأن سورة الإسراء هي اللي بتتحدث في القضية الفلسطينية أصلا، على اعتبارها أخطر قضية، أخطر قضية ممكن تواجه المسلمين. وهذه القضية في الوقت اللي بنقدر نوصل فيها لحل، بنكون احنا كمسلمين وصلنا طور العالمية اوضح. وهذه الفكرة سبق لفتنا الانتباه لها، لكن نبدأ منها. قلنا كيف نعرف انه الطالب وصل مرحلة انه ينتقل للصف اللي بعده؟ نعمل امتحان. لما بيحل اسئلة الامتحان بنقول له اطلع للصف اللي بعده، بيحل الامتحان بنقول له للصف اللي بعده، وبعدين بنخرجه يا اما من التوجيهي يا اما من الجامعة. بنقول له الان انت يلا خرجناك من الجامعة، روح دبر حالك وانفع الامة. طيب واجهتنا المسألة الفلسطينية، مش المسألة الفلسطينية واجهتنا كعرب ومسلمين. طيب دور الهمن هم مش عم تنحل، منهم مش عم تنحل، مش عم تنحل. هذا معناته احنا لا نزال بابو. هذه المسألة اكبر شوي منا، ولكن عم بتطور وعينا، عم بتطور وعينا. مش احنا بس في فلسطين، في العالم العربي والاسلامي، وبتتكشف الجواسيس من حكام العرب والمسلمين، والناس بيزيد وعيها وبتقبل على ربها اكثر. محاولات فاشلة معناته بعدكم مش قد المسؤولية، مش قدها، مش قدها. لما بتنحل قضية فلسطين الحل المناسب معناته الأمة عرب او مسلمين بيكونوا وصلوا طور العالمية. احنا الان على قد انه نعطي الناس، احنا على قد انه نعطي الناس الان رسالة عالمية. رسالة الاسلام هاي اللي هي العالم كل، احنا على قدها الان والناس هتفهم علينا. لا، بس لما نحل قضية فلسطين اللي انتم لاحظين انها قضية مش اقليمية، لا هي قضية الفلسطينيين كما انتم لاحظين، ولا قضية العرب، ولا قضية، هي قضية عالمية، قضية عالمية. هي لو كانت قضية اقليمية ما انحلت من زمان، لو كانت صراع حدودي ما انحلت من زمان. هذه قضية طابعها عالمي. طب احنا من باطح فيها هي طابعها عالمي، احنا من زمان من باطح فيها ومتعركل من كثر من ضخامة المارد، من ضخامة المارد اللي من باطحه، لانها قضية عالمية نتعركل مش قادرين. خصوصا ايش قال؟ يعني جربنا نحل بعيدا عن فكر الامة وعقيدتها وحضارتها، وصرنا نعبد شرق وغرب ونتخذ من دون الله وليا. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وما ردناش لحنا ولا اليهود، فاعتمدنا على غير الله وحاولنا. وكانوا يقولون زمان كلهم اتقوا الله، يقولوا استنى شوي يا اخي عبين من حل المشكلة الفلسطينية. كأنها معرفة الله وتقوى تتأخر، يعني كأنها هي اللي بتمشكلنا يعني. طيب لما نوصل ومنعرف نحل القضية معناته بنكون وصلنا طور العالمية اللي بنقدر كمسلمين نفيد العالم كله. اذا مشكلة فلسطين على فكرة هي مجرد مسألة رياضيات، مسألة رياضية. قدرت تحلها يا شاطر؟ لا، معناته بدك كمان وكمان علموه دروس خصوصي كمان، ها خصوصي. لما يحلها معناته بقدر ايش يمارس دوره. وكل المؤشرات انه سورة الاسراء اللي بتتحدث عن قضية فلسطينية تتحدث عن قضية عالمية، وانه لما المسلمين هذه القضية بحيوها
معناته يبشر العالم كله، معناته صاروا على قد المسؤولية، معناته راح رسالة الإسلام تبلغ العالم. لما بتنحل هاي القضية بيسلم معظم الغرب مع بعض. ناقصكم مال يا عرب يا مسلمين؟ بالعكس، مش عارفين وين نروح فيه. من زعماءنا بيودوه على بيصرفوه على المميسات، وا 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 وا. بشك ناقصكم طاقات بشرية، لا زيادة كمان من حد النسل. ناقصكم أراضي، لا العالم الإسلامي 32 مليون كيلومتر مربع. ناقصكم ثروات، ثلثين ثروات العالم، ثلثين أو أكثر، أنا الآن بنقص بتعمد، أكثر من ثلثين، هو ثلثين ثروات العالم في العالم الإسلامي، ثروات العالم كلها في العالم الإسلامي. شو ناقص؟ إنسان، إنسان معد العداد الصحيح وفاهم شو دوره. الغرب تارك العالم كله ومش ملتهي إلا فيكم، ومش خايف إلا منكم. ليش؟ لأنه عارف شو يعني هاي الأمة. بقدر يعني يعوق مسيرتنا كثير، بقدر يعوق مسيرتنا كثير. على قد ما نكون قريبين من الله وفاهمين الحقيقة، بنجد انه هو بيظل كيد الشيطان ضعيف. طيب نيجي الان لسورة الاسراء، شو بدنا نختار اليوم؟ طب ما احنا تحدثنا كثير في قضية فساد اليهود والمرة الأولى والمرة الثانية وعناصر قيام الدولة الثانية و و و. طب نختار اليوم مجموعة من الآيات من سورة الإسراء. أنا ببدأ في الآية 76، وإن كادوا، سورة 76 من سورة إيش؟ الإسراء، من سورة بني إسرائيل. سورة الإسراء بني إسرائيل، شو يعني؟ يعني الإسراء، الإسراء والقصة إياها إلى علاقة بني إسرائيل. طب شو علاقة بني إسرائيل بالموضوع؟ الآن أنتم بتعرفوا شو علاقة، بس العباسيين ما كانوش يعرفوا، والأمويين ما كانوش، وأيام الراشدين مش بيقول لك وين اليهود أصلا؟ وين اليهود أصلا؟ طب يكون في علاقة بين الإسراء واليهود وإفساد اليهود عن دولة، وين؟ في أرض فلسطين. وين؟ طب اليهود مش في أرض فلسطين أصلا. الآن أنتم مستوعبين تمام، والمستوعبين أنه حتى الوجود اليهودي عالمي، والإفساد اليهودي عالمي، والسيطرة اليهودية عالمي، فقضيتكم عالمي متدخلين فيها كل الأمم. ما هذا بيأس أبدا؟ بالعكس، هذه المسألة اللي هي بتطور وعينا قاعدة، وبتكشف لنا الحقائق، وبترجعنا لحقيقة إسلامنا وعقيدتنا وحضارتنا، واللي في النهاية راح تنحل. ولما بتنحل العالم كله راح ينير بضوء الإسلام زي ما حصل أول مرة. طب نشوف. وإن كادوا ليستفزونك، أي مين؟ قريش. طبعا احنا مش راح نوقف على فكرة على تفسير لفظي الآن، نخد. وإن كادوا، أي أهل قريش، ليستفزونك، يعني يا محمد، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. هم في البداية كانوا تناقشوا بين بعضهم انه نخرجه ولا نقتله ولا نسجنه. لو اخرجوك كان ما بقي خلافك الا قليل. طب بجوز بعضكم يقول اخرجوه، لا ما اخرجوهوش في اخر مرحلة، في اخر مرحلة كانوا بدوش اياه يخرج، واتخذوا كل الوسائل مشان ما يخرجش، وخرج هو بأوامر الله بشكل في الهجرة. هم يخرجوا ولا هو خرج؟ هو اللي خرج. طب ناقشوا في يوم من الأيام إخراجه؟ ناقشوا في يوم من الأيام إخراجه؟ نعم ناقشوها، ناقشوا نخرجه ولا نقتله ولا نسجنه. بعدين اكتشفوا انه ممنوع يخرج، ووضعوا جواسيسهم في كل الأماكن مشان يمنعوا يخرج، لأنه خروجه خطير. خرج. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وإذا لو أخرجوك
لا يلبثون خلافك إلا قليلا، بعدك بيهلكوا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يعني هذه سنة لا تتحول. لما خرج افهموا الآن، بدنا نكمل الآيات. وأن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. انتبهوا الآن، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عجيب الكلام عن موضوع الصلاة بين الآيات اللي راح نشوفهم. أولا وإن كادوا ليستفزونك، بعدين جاء كلام عن الصلاة، بعدين جاء كلام آخر، منشوف شو. لحظة، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس. الآن كلنا بدناش نفسر تفسير تفصيلي الآن إيش يعني دلوك الشمس، صلاة الظهر مثلا إلى غسق الليل للعشاء مثلا، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر الصبح شو يعني. طب إنما الكلام واضح إنه يعني التجئ إلى الله وادعوه. الالتجاء إلى الله ودعوته والتقرب إليه، وراح تجيك البشرة، راح تجيك البشرة. أقم الصلاة يعني إيش أقم الصلاة خلاصتها؟ التجئ إلى الله، وجهك الله، دعواك الله، هيك لا. ما هو من بداية سورة الإسراء، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الوصية الوحيدة اللي انتزعت من التوراة ورب ذكرها في القرآن كمان مرة، ديروا بالكم وكيل غير الله لا، هو ما حتفك. إذا وكلاءك فرنسا وبريطانيا وأمريكا أبشر، إذا هدول وكلاءك إذا بتتوكل على هدول أنت أو اليهود. وحتف اليهود على فكرة، حتف اليهود راح يكون في توكلهم على أولئك، لأنه راح يجي أولئك يوم يبيعوا اليهود لأنهم يكتشفوا مصالحهم في محل تاني. هل كانت مصالح أمريكا مرتقية مع مصالح الجواسيس في بلادنا؟ طب ولا قدام شوي لما تتغير الأمور، الغرب كله ببيع إسرائيل، لما بتقنعوهم إنكم قد حالكم وإنه مصالحهم مرهونة بأنهم يتصرفوا مظبوط، وقتها بتصرفوا مظبوط لأنهم بيعرفوش لغة المصالح. ماشي الآن؟ لاحظ، إذا الله بس أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة. إذا مش بس تقربك إلى الله في الفرائض، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. خلونا لها شوي هاي، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزعق الباطل إن الباطل كان زهوقا. شو علاقتهم؟ قبل لاحظوا كيف جاءت القضية، الكلام عن محاولتهم إخراجه، ولو أخرجوه بيحصل 1-2-3 بس هو خرج. بس قبل ما يخرج هاي الآيات مكية والالتباسها على بعض الناس قالوا زعموا أنها مدنية، لا كل السورة مكية وما فيهاش آيات مدنية، كلها مكية، بس التبس عليهم وقل الحق وقل جاء الحق. طب هذا الكلام تتكلم عن الرسول المضطهد في مكة، الرسول المضطهد في مكة ومضيق عليه، عم بقول له خلاص وصلت الآن بده تكون دولتك وسلطانك، والآن راح تشوف كيف بده يهلكوا. لحظة، وإن كادوا ليستفزونك، بدهم يخرجوك الجماعة مش هيك؟ لو عملوها في سنة بعدك ما بيطولوش،
ولكن انت اللي بدك تخرج، وخروجك بده يكون من الله، ويهبك السلطان الذي يؤدي الى زهوق الباطل. وبالتالي هذه كانت بشرى، وهذه كانت نبوءة بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، ودخول المدينة منتصر، ثم نهاية الشرك. لذلك دائما اجى قال له انت لجوعك الى الله، توجه الى الله. بعدين شو قال له؟ الان لاحظ، وقل ربي، هاي مقدمات ايش؟ انه راح تطلع انت من مكة، لاحظ المقدمات. الان بدك تدخل مدخل صدق، وتخرج كمان مخرج صدق، وبده يكون لك ولي سلطان، وعم بقول له ادعي، قول بدي كذا، لانه هو راح يكون ادعي اللي بده يكون. شو وقل ربي ادخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا وليا. هو بده نصيره، بده يجعل له السلطان والنصر للاسلام. وقل جاء الحق. هون التبست الآية هاي على ناس وظنوا انها مدنية، والسورة كلها مكية، لانه جاء الحق وزعق الباطل. انا هو يعني جاء الحق بالنسبة لله، ما هي مفهومة. البشر متطلعين انه مكة مسيطرة، محاصر الرسول، ايش يعني يقول جاء الحق؟ قوله، لا قول انت، قول الله وقل ربي ادخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. عجيب هذا الكلام في الوقت اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم محاصر تمام ومضطهد ومستنفر قريش كلها. واصلا ليش مستنفر قريش؟ ليش خايفه؟ انتوا بتظنوا ما بيفهموش؟ هي أم أنت جد زي خالد بن الوليد أبتفهمش؟ زي عمر الخطاب أبتفهمش؟ وكبار عتاولة الشك والبخططوا بتآمروا بفهموش؟ بفهموا. فكانوا عارفين في النهاية خطورة خروجه وأنه انتهى، ولذلك شدوا عليه صلى الله عليه وسلم، شددوا. وإذا بتشوفوا العالم بيشدد اليوم، شو يعني؟ إذا بتشوفوا العالم بيشدد اليوم وحاصره، ومن هنا ومن هنا اتفاقيات ودعموا هنا وبيدفعوا في راسه 100% من الإبل، واليوم بيدفعوا بطريقة ثانية بشيك. يا ملك عبد الله، هاي لك كذا مليون، هات راس الجماعة. وانت يا مبارك، هاي لك كذا مليار. وانت يا اسرائيل، راقب الأوضاع إلى آخره. مشيت طيب وحاصر من هون قيمة. لا، نفسه في هذا الوقت قال له اسمع، انت ولا يهمك، اهم شيء الانسان وصلته بالله وربه، وكل ما كان مع الله بيصير على فكره بيلاحظ انه تطورت عنده الامور. لانه شو معنى انك تكون مع الله؟ معناته بتسلك مظبوط، معناته واقعك عم تتغير، الامه عم تتغير، عم تفرض واقعها على الارض، شاء الناس ام ابوا. لانه في قانون، لن تجد لسنه الله تحويلا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. اقم الصلاه، انت مالك؟ لحظه، اقم الصلاه، يعني خلي علاقتك مع الله. اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر، ان قران الفجر كان لما تعد الانسان ما انتهى الموضوع. تعد الانسان المؤمن اللي عارف ان الله فارض عليه الاخذ بالاسباب وتعده. ما هو اكثر جبن الجبناء اليوم، واكثر سقوط الساقطين الياس، لانه ما فيش لهم رب. كان ربهم موسكو صار امريكا، كان ربهم روسيا صار امريكا، كان ربهم امريكا صار امريكا. مشيت اعلى هبل الله اعلى واجل، اعلى واجل. القط شو بقولوا؟ اعلى هبل. الام هذول وين تقالوها اعلى هبل؟ لما ظنوا انك مهزوم، لما ظنوا انك مهزوم شو بقولوا؟ اعلى هبل. واللي شيء اعلى امريكا، اعلى امريكا. هم بظنوك مهزوم. يا مساكين يا عباد الاصنام، مش دارين شو الطبخه، وبظنوا انه هذه نهايه التاريخ، وكله كل شيء انتهى، ورافعين ايديهم وفاتحين حجورهم. ها، والمتصدق بتصدق،
والصدقة بثمن. تعطونا من مبادئكم وقيمكم وأخلاقكم وتتآمروا على أمتكم من دير بحجوركم، بتنفذوا المخططات. أمرك سيدي، بدكم أحلى من هيك نهاية؟ هذه نهاية التاريخ؟ لا، هذه البداية. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني. طيب بغض النظر عن تفصيل أدخلني وأخرجني، لكن واضح أنه قدم أدخلني على أخرجني، لأنه قد يتبادر لذهن وقل ربي أخرجني مخرج صدق وأدخلني، أخرجني وادخلني، لأنه بخرج الواحد ويدخل. لا، أهم أدخلني من أخرجني، أهم الأهداف، الهدف أهم. كيف بدي أخلص من الماضي؟ ما لناش شرطة، بدي أدخل. الدخول صح، وإذا ما دخلتش صح أتخرجش صح. إذا ما دخلت صح، إذا ما دخلت صح ما بتخرج صح. وقل ربي فقدم أدخلني، مع أنه دايما اخرجني قبل أدخلني، اخرج أدخل، مش هيك؟ إذا خرجت بتدخل، لا أدخل. وقل ربي أدخلني مدخل صدق. خلينا ناخذ صورة، صورة من صور الدخول والخروج في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الصورة أن صورة كيف صورة دخول الرسول المدينة؟ كيف شفتوه داخل؟ كيف شفتوه داخل؟ طلع البدر علينا مجتمع هالناس، مع انها مش طلع البدر علينا، هي استثاني، اجتمعت المدينة كلها والناس كلها تحتفل بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو بدخل دخوله. لما بتقرأ قصة عمره ما حصل دخول في التاريخ هيك، دخول الدخول هذا هو الأهم، لأنه هو الدخول مش الخروج من مكة، دخول المدينة، لأنه بدخول المدينة نشأت المدينة، المدينة الفاضلة اللي بيبحث عنها الناس، أفضل مجتمع بشري بيخلق هون، هون بالدخول. دخول الرسول صلى الله عليه وسلم كان دخول، أعمل دخول في التاريخ البشري، لأنه دخول المدينة الفاضلة. فورا غير اسمها المدينة، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني. طب كيف كان خروجه من مكة؟ مطارد، بيختبئ في الغار طول الطريق، سراقة ومش سراقة وخوف ومتابعات. لكن في النهاية لو ما كان الخروج بهذه الطريقة، لو كان الخروج سهل، بتصفق له أهل المدينة، أهل مكة، وهو طالع بصفقوا له أهل مكة وبرموا عليه الزهور وهو طالع أهل مكة، ما هي الزبطة هاي؟ شو هالخروج هذا؟ هيك خروج؟ هيك خروج الحقيقة؟ الحقيقة شو بده يكون موقف أهل الباطل منها؟ لحظة، إذا دققوا في دخوله المدينة وكيف تم الخروج، والدخول هو الهدف النهائي والخروج من إلى، يعني من الموقع اللي كنت فيه إلى هدفك. الهدف أهم، أنت ابتداء اسأل الله أن تصل الهدف، أنت ابتداء اسأل الله أن تصل الهدف، ثم اطلب السلامة لنفسك. أنت اطلب منه الوصول للهدف واطلب منه تحقق الأهداف، أما سلامة الخروج مما أنت فيه في الوصول للهدف بيجي ثاني. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وهذا اللي حصل وين؟ بمجرد ما دخل سلطان. منين هذا السلطان؟ حدا كان يتوقع؟ أهل المدينة سنة واحدة لم يبقى بيت إلا ودخله الإسلام، ويستقبل الرسول هذا استقبال الحافل عجيب، بس قبل أيام معدودة على الأصابع. أين؟ لاحظوا، الشخص نفسه قبل 10 أيام والمطاردات والمنفرد، هو صاحبه إذ هما في الغار، إذ يقول بشك وبيدخل المدينة صورة ثانية. طب هذا جاء فجأة ولا كان في معاناة 13 سنة؟ هذا جاء فجأة هيك يعني ولا معاناة 13 سنة؟
13. وقل ربي، على فكرة هو هذا الكلام، هذا نبوءة بقضية الهجرة ودخول المدينة وإقامة السلطان اللي بتكتمل في الصورة، سلطان دولة الإسلام. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق. وينه؟ هذا في مكة الكلام، حتى التبس على بعض الناس وظنوا أنها مدنية. وقل جاء الحق وزهق الباطل. وفي قاعدة إن الباطل كان زهوقا. طب كيف هذا لو مش مبشرنا رب العالمين إنه الباطل زهوق؟ كيف لو مش مبشرنا؟ هذا شو بتكون درجة يأسنا معناته؟ شو بتكون درجة اليأس عندنا لو مش مبشرنا إنه الباطل زهوق؟ رب العالمين بيقول لك الباطل زهوق. إذن شو شايفين أنتم من تآمر الآن أهل الشرك وأهل الضلال؟ شو تآمرهم في النهاية؟ ما هو الباطل زهوق وخلصنا. خايفين إذن من إيش؟ يأسانين من المستقبل؟ يأسانين من المستقبل؟ على ضوء إيش يعني؟ يعني أمريكا كبيرة كتير زي روسيا زمان يعني؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طيب بدنا نترك هذول الآيات، بدنا نترك هذول الآيات ونقفز لآيات تانية في نفس الصورة، في الصورة نفسها، في الصورة نفسها، وبدنا نبدأ نفس البداية. شو هناك بدأ؟ وإن كادوا ليستفزونك. طب هو شو بده يبدأ؟ فأراد أن يستفزهم. هناك شو بدأ؟ في الآيات اللي بدأنا فيها، فأراد وإن كادوا ليستفزونك يا محمد. طب خلصنا من هذه الآيات، بدنا نيجي لآيات ثانية اللي هي بناء في الصورة نفسها وبعدها آيات بعدها. شو بتبدأ؟ فأراد أن يستفزهم، والكلام عن مين؟ عن فرعون. بده يستفز مين؟ أتباع موسى. مشان إيش؟ مشان يخرجهم. أنتوا ما بتلاحظوا نفس الموضوع؟ ما بتلاحظوا نفس الموضوع؟ في الصورة نفسها، في الصورة نفسها. إذا نأخذ الآيات الثانية هاي، نأخذ الآيات الثانية هاي نشوف. فأراد أي فرعون أن يستفزهم من الأرض. يستفز مين؟ أتباع موسى عليه السلام. ولما كان يبدو كان فرعون بده يخرجهم، بعدين بطل صارحان يتابعهم ومخرجين مشان يمنعهم يخرجوا. زي ايش؟ زي القصة قبل شوي، مش هو فرعون بده يخرجهم كان، بعدين بطل صار لحقوا جيشهم مشان يمنعهم من الخروج. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل ايش؟ اسكنوا الأرض، ادخلوا أي أرض؟ فلسطين. والرسول دخل وين هناك؟ المدينة. هم خرجوا ودخلوا، والرسول خرج ودخل. لاحظوا هناك خرجوا لأنه موسى بده يخرجهم الآن، أما فرعون منعهم. بعدين لما شافهم بدهم يخرجوا حشد جيشه وتابعهم، حشد جيشه وتابعهم تماما زي ما عملت ايش؟ قريش، زي ما عملت قريش. ولما وصلوا باب الغار ها شو قال ابو بكر للرسول؟ يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرعانا. شو قال له؟ يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فاشار القران الى هذه لما قال الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. 10 أيام؟ لا. إذ هما في الغار 3 أيام؟ لا. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذا متى نزل النصر؟ نزل لما كان يقول إن الله معنا. لما أجا قال إيه لحظة إن الله معنا. الآن خرج موسى لحقوه. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. شو قال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهدين. قال اضرب الآن اضرب البحر. ملاحظين الصورة نفسها؟ طب خرج
خرج من مكة الرسول، خرجوا من مصر واضطهاد فرعون. الآن بدهم يدخلوا الطرفين. الرسول دخل وين؟ دخل المدينة، مدخل صدق، هناك خرجوا. طيب وصلوا الهدف اللي هو فلسطين. طيب هم ادخلوا، قالوا لا، قالوا ندخلوا، قالوا لا ندخلش. طب ما انتوا جايين لهال، ما هو اصلا كل الموضوع مشان تدخل. قالوا لا، اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدة يا موسى، ان فيها قوم جبارين وانا لن ندخلها. اذا هو بطلب ايش؟ الدخول. لحظة، هو بطلب ايش؟ الدخول. اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. طيب حرمت عليهم 40 سنة نتيجة انه يعني هذا الموقف الجبان، حرمت عليهم 40، انها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. طيب ماشي، لاحظوا نرجع. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. أي أرض؟ فلسطين. اسكنوا الأرض من أجل أن يتحقق وعد الله بالدخول الأول، اللي النبوءات بتقول انه هذا الدخول الاول وقيام دولة لهم راح ينحرفوا ويفسدوا فيخرجوا منها، ثم يدور الزمان دورته فيكون الدخول الثاني اللي هو في عصركم ويفسد فيخرج الاخراج الاخير، فيخرج الاخراج. وقلنا من بعد، لخص التاريخ كله، قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. هذه الدخول الثاني. في الدخول الثاني يأتوا من الشتات ويجتمعوا في هذا المكان، ولكن دخول العصاة اللي يجمع من الشتات من أجل تنقية الأرض من فسادهم، لأنهم حيث كانوا يفسدوا ففلسطين بدها تكون هي المصفاة اللي تصفي العالم كله من فساد ومكر هؤلاء، هذه الأرض المقدسة المباركة. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الأخيرة، جئنا بكم لفيفة، أي جمعناكم. ولكن الجمع الثاني هذا مش زي الأول، والدخول الثاني هذا مش زي الدخول الأول. الدخول الأول كنت بني إسرائيل ومتبعين اليهودية، الدخول الثاني لا أنت بني إسرائيل ولا أنت متبعين، أنت لمن، أنت 70 قومية 90 لغة، 70 قومية 90 لغة. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. طبعا لو لأنه كنا احنا شارحين هذه الآيات زمان كان خضنا في شرحها، بس الآن مش موضوعنا اليوم هذا. جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه، أي القرآن، وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به، أي بالوعد اللي هو وارد في القرآن، اللي وعد زوال إسرائيل هاي اللي انتوا فيها، أو لا تؤمنوا، صدق أو ما تصدقش. إن الذين أوتوا العلم من قبله، أهل الكتاب، إذا يطلع عليهم الوعد وبشوفوا الواقع اللي راح تشوفوه إن شاء الله، يطلع عليهم، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا. نعم، إن كان وعد ربنا لمفعولا، وعد الله لازم يتحقق، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. رح يكون نصر مجلجل هون عندكم. طب شوفوا الآن، شوفوا لي الآيات المجموعة الأولى تشبه المجموعة هاي، اسمعوا الآن. ها، قل ادعوا الله
أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. طب هناك وكل جاء الحق، هون شو فيه؟ هاي فيها كلام عن الصلاة والعلاقة بالله ولا لا؟ وأجى بعدها وقل، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. في هون صورتين لوحتين، البداية أرادوا أن يستفزوا رسوله ويخرجوا، تحدث عن الموضوع وسنن الله التي لا تتخلف، ثم تحدث عن الصلاة والصلة بالله، ثم أجى قال له بشرى، قل ربي أدخلني، ما رح يدخله، مدخل صدق أخرجني، رح يخرجه مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، ما هو رح يكون في سلطان ونصرة ونصر لم يسبق مثله شك، وقل جاء الحق وزهق الباطل. هنا موضوع ثاني، بني إسرائيل في المقابل، في المقابل مش راح يكون الدخول نفس الدخول، ومش راح يكون الخروج نفس الخروج، لن يكون دخولهم دخول صدق، ولن يكون خروجهم خروج صدق، لن يكون دخولهم دخول صدق، وما كانش دخولهم دخول صدق أصلا. دخولهم الأول ما كانش، وموسى حي لأنهم كذبوا والتفوا على دعوة الله وجبنوا، فما كانش دخولهم دخول صدق، ولما خرجوا من هذه البلاد ما كانش خروجهم خروج صدق في المرة الأولى قبل الإسلام، وأما في المرة هاي فما كانش دخولهم دخول صدق لأنهم كانوا متوكلين على غير الله، لأنهم متوكلين على غير الله، والوصية من أول يوم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. إياكم في أولها خافوا وجبنوا فلم يدخلوها دخول صدق، بل ما دخلوها حتى توفي موسى، حتى موسى عليه السلام استأذن الله أن يدخل الأرض المقدسة فلم يأذن له ومات بعد أن طلب من الله أن يقربه، كما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة، أن يقربه من الأرض المقدسة، رمي بحجر يعني يكون قريب منها ويموت على مشارفها، فاستجاب له وقربه إلى الأرض المقدسة هذه، نظرها فقط نظر ومات على مشارف، ما دخلش، فما كانش دخولهم دخول صدق ولا خروجهم خروج صدق لما أخرجوا. وأما في هذا القرن في المرة الثانية والأخيرة كما جاء في نبوءة الإسراء، فدخولهم ما كان دخول صدق، لأنه دخول يعتمد على، استندوا إلى الدول الاستعمارية واعتبروا أنه التحالف مع هذه القوى هو اللي ممكن يدخلهم هذه الأرض ويجعلهم متجذرين، ولا يزالوا بيتمسكوا بحبال أمريكا وبريطانيا وغيرها، وبيظنوا أن هذا الحبال لن تقطع إلا بحبل من الله وحبل من الناس، بيظنوا حبل الناس لن يقطع فبتمسكوا فيه، وبيعرفوش الله وانه لازم يكون الولي الوحيد اللي تستند إله هو الله، بيعرفوش، فرح يخرجوا من هذه الارض ايضا مش خروج صدق. ليش؟ لانهم اعتمدوا على غير الله. ولذلك لاحظوا الان اللوحة الثانية، اللوحة الثانية غير عن الاولى، مع انه بدايتها ونهايتها واحدة. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الدخول الثاني، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا،
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به، هذا الوعد اللي ورد في القرآن، أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. مشيك في الأول إيش؟ ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل، شوف هناك هناك، وقل جاء الحق وزهق الباطل، وبقى مش جاي، وبقى بعده مش جاي. يعني ايش مش جاي؟ مش حاصل على أرض الواقع، وإنما هي ايش؟ بشرى. وقل جاء الحق وزهق الباطل، هناك كان قائل وهون شو بقول؟ وقل الحمد لله، خلاص انتهى. على فكرة هذه بشرى، اللي بيعيشوا لوقت الانتصار راح يقولوا الحمد لله، وهي القضية وراهم. انتم من الآن بتقولوا الحمد لله والقضية أمامكم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وبدايتها ألا تتخذوا من دوني وكيلا ولي، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. السورة الوحيدة التي تنتهي التكبير، السورة الوحيدة التي تنتهي التكبير، لأنها بدكون نصر، نصر عمر البشرية ما شافت نصر مثله، لأنه هذا النصر اللي بده يحصل هو اللي بده يحول الإسلام لظاهرة عالمية ويجعل أهل الكتاب يدركوا أنه هذا الحق، هذا هو الحق. وبالتالي كما قال بعض المعاصرين عندها تتحقق العالمية الإسلامية الثانية، كما عبر بعض المعاصرين العالمية الإسلامية الثانية، لأن الأولى متى كانت؟ الأولى كانت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، بدأت في مكة، والثانية بدها تكون عندما تحسم الأمور في القدس. لما فتحت مكة، لما فتحت مكة شو قالوا سبحانه وتعالى؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وعندما تفتح القدس، عندما يأتي نصر الله والفتح وترى الناس بيدخلوا في دين الله أفواج، فسبحوا بحمد ربك واستغفروا وقل الحمد لله إنه كان توابا. طب لحظة، وين إنه بده يدخل الناس في دين الله أفواجا؟ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه على فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به الوعد أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله، مش بس إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، يعني بيشوفوا الوعد في القرآن ودلالاته وبيشوفوا النصر، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا. شيء غريب، سبحان الله، وهي أصلا صوت الإسراء إيش بدأت؟ سبحان الذي أسرى، سبحان الذي أسرى، ويقولون سبحان سبحان ربنا. غريب، إن كان وعد ربنا لمفعولا، شو معنات إن؟ على فكرة نعم، أفريت وعد الله لازم بيحصل، لذلك هم بنتظروا، على فكرة بنتظروا العالم الغربي كله يهود ونصارى إنه لما بتحسم الأرض معركة هون بنتصر الحق، هم بتصوروا الآن الحق هم، فلما يشوفوا المعركة انحسمت بيعرفوا شو الحق. قل آمنوا به أي بالوعد هذا أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن نعم كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون.
على الماضي وتآمرهم الاستعماري وتأخرهم في دخول دين الله وأثريته احنا كنا في ضلال ويا ما ذبحنا المسلمين اللي هم الحق ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لاحظوا نفس اللوحة، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك. هناك شو قال؟ هناك شو قال في الصلاة؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. إذن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. ودلالاتها فكرة عجيبة بس مش وقته. وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. طب هاي غمز بمين هاي؟ لم يتخذ ولدا، إذا صح التعبير غمز، نسأل الله العفو. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. طيب ممتاز. ولم يكن له شريك في الملك. في شريك في أمريكا؟ شريك في الملك أمريكا؟ شريك في الملك روسيا؟ الصين شريك في الملك؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. مع أنه إحنا من ضمن مين اللي بينزع وبينزعش؟ إحنا اليوم أمريكا اللي التي قل الله كل أمريكا مش كل الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. بيدك مش بيد غير، غيرك ملوش. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهنا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولد من الذل وكبره تكبيرا. في أكبر؟ في أكبر؟ وكبره تكبيرا. هي هذه الآيات أكثر ما يمكن إنها تلزم. وأنت بتلزم يعني بعد ما انتصر ولا هلقيت؟ بعد ما انتصر ولا هلقيت؟ هلقيت إلها، هلقيت إلها دلالة وإلها طعم. وبعد ما تنتصروا بيكون لها طعم. هلقيت لأنها بتنزع اليأس، وعندها بتنزع أي شك وبتخلي فيه يقين، وبتصير العينين تهر والقلوب تخشع. نعم، هو الحقيقة في الوقت الذي يعد الإنسان الإعداد السليم، ومن ضمن إعداد الإنسان أن تنفث فيه روح الحق وأنك تبصره بحقيقة موقعه في الكون وفي الأرض، وتبصر المسلم بوظيفته وتعطيه أمثلة من التاريخ كيف أن الله ينصر الحقيقة. هو شو يعني بنصر رسله؟ إننا ننصر رسلنا. طب ما هي يعني الرسالة؟ هو أصلا شو هو الرسول يعني؟ هو حامل رسالة، هو أصلا بدون محمل رسالة ما اسمه رسول. بيجي الآن لما أنت بتعد الإنسان الإعداد الصحيح، والإعداد المعنوي الصحيح هو مسألة الوسائل المادية، وإنه يحوز على القدرات والطاقات اللي تأهله مع معنوياته تأهله. ما هذا واجبات شرعي وفروض إسلامية. هو مش ممكن يكون تقي إلا ويقرأ وعدوا لهم ما استطعتم. شو لما يتقي بيعرف يعني وعدوا لهم ما استطعتم؟ ليش مين اللي بتحرك اليوم؟
اللي بتحرك اليوم ضعيف الإيمان ولا قوي؟ اللي بتحرك اليوم المتوكل على الله ولا المتوكل على عبد الله؟ طب شوفوا، أنا أوريكم شو التوكل، أنا أوريكم شو التوكل. شوفوا بلاطة في الدار عندك، عرضها 20 سنتي، امشي لما تروحوا اعملوها. طب ليش تعملوها من بينه؟ بلاطة 20 سنتي، مش 20، هاي 10، ماشي 20، هذا الحز 20 سنتي، هذا 30، ماشي، لأنه بكم تناقشوني صرتوا. شوفوا إني بمشي بكل ثقة على 20 هذول، 30، ومستعد أمشي من هون للمسجد، لآخر المسجد، ولا أروح يمين ولا يسار، ولا يمين ولا يسار، والتمام على الحز، وإذا بتراهنوني بكسب دائما بإذن الله، لأنه سهلة أمشي، سهلة أقطع من هون لآخر الحز، ما أروحش يمين ولا يسار، في أسهل منها؟ هذا ولد صغير يعملها. طب ممتاز، هذا العرض نفسه أنا بدي أخليه على بعد 100 متر، وأقول لك بدي تقطع لي هالسور اللي ارتفاعه 100 متر من الخط للخط. شوفوا قديش أنا واثق إني بقطع من الخط للخط. الآن لما بصير سور 100 متر وبتقولوا لي يلا اقطع أشوف، بقولكم لا، هالكيت اختلف الوضع. شو اختلف؟ ما هي 30 سنتي. ايه امرك، شو قولكم، شو عمرك؟ اقول لكم لو مترين بمركش، مترين على بعد 100 متر تقول لي بصير اسحل سحل، بقول لك مترين هذول الخير. طب تصوروا لا قديش مترين، يعني في واحد من هون بمشيش المترين هذول بدون ما يخاف؟ طب لو المترين هذول على بعد 150 متر، لا مش بده توازن اطلاقا، ما له علاقه بالتوازن اطلاقا، لانها هي ايوه السبب شيء واحد فقط. مكبرنا لك يا مترين، اطلع شو مترين اليوم لما كانوا يطلعوا الناس على الميدانه وفي على فكره حاجز يمسكوا في الحاجز ويصير طلعت من ايش خايف من وكل وشاعر انه الميدانه ليش بدها تهد. اذا بس يدخل في قلبك الخوف خلاص ادائك بيختلف. اقول لك انا مستعد احطك على سور، حتى اوريك انه مش توازن، بحطك على السور هذا اللي بيبعد 100 متر وبغطيه من هون ومن هون، وبعرفكش انه سور، لاحظ، بعرفكش انه سور، بخليك تمشي، فانت ماشي على السور انت مش داري، لاني عامل لك ايش؟ غطى هيك، غطى بلاستيك مع حديد، وقال لك ادخل فانت داخل ماشي، فجأة نزلنا لك الغطى. وعرفت ما كنتش مغمض، كنت مغمض بتقول معه وكلك فتح، بس تعرف دليل انه مش توازن، بس تعرف ويدخل قلبك الخوف بتعركب وبتصير غير قادر على التصرف، غير قادر على التفكير. الاشي اللي انت متأكد منه 100% بصير 1%، والاشي اللي ما كنتش متوقعه بصير 99%. ومن هنا الحرب اللي ضد الأمة حرب هيك بدخل الخوف، بصير الممكن مستحيل. إذا استطاعوا دخل الخوف بقلبك بصير الممكن مستحيل. طب ليش بقدر يمشي ولا بقدرش؟ بقدر. طب ليش بطل؟ خاف. وهم بمارسوا الآن ضدكم هذا الكلام، وبدوا يدخلوا في قلوب الناس الخوف، وعندها تفقد أصلا، تفقد ثقتك بقدراتك. ولو حطينا في إيدك 1,000,000 سلاح بتقدرش تستخدمه، بتقول أنا ليش؟ أنا كله عبث. طب أمرك أشوف، بقول لك عبث، شو بده ملكني؟ ليش هذا أمرك أنا؟ ليش أمرك؟ بتخالف الشغلة. ولذلك المطلوب تعيد للإنسان ثقته بنفسه وبربه، ويشعر انه ابدا عندها لا هم اذكى منك، وبالعكس بيقولوا هم انه اذكى شعوب الارض موجوده في الشرق الاوسط في دراساتهم، لا هم اذكى منك ولا هم اغنى منك في النهايه. لاحظ ولا شيء من هذا كله. انتوا ليش ما راحوا ابنائنا على الغرب وشافوا الشعوب الغربيه ايش يعني؟ راحوا على الغرب وشافوا الشعوب، الشعب العلماني، الشعب الياباني،
الشعب الياباني انتهى الوقت خلاص تماما. اذا الشعب الياباني بلا منه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.